النقابة كان عندها موقف واضح من التظاهر. النقابة عمرها ما قفلت باب السلم لحد وعمرها ما أممت السلم. كانت النتيجة إنه النقابة بتتحاسب على موقفها السياسي في جمعة الأرض. هو ده الموضوع الرئيسي اللي حصل. إحنا مش عايزين ننسى إن كل حاجة بدأت بعد تيرانو صنافير. بدأت الأزمة دي وبدأ بعد كده كل حاجة بعدها. النقابة لسه بتدفع ثمن لموقفها في دعم المظاهرات، فتح باب النقابة يوم 15 إبريل وهتاف المتظاهرين ضد النظام اللي فرض في الأرض. هو ده الموضوع الرئيسي. اللي حصل بعد شهور من الحكم على النقيب هو جزء من ده. دي سابقة تاريخية ما حصلتش وهتفضل محسوبة على نظام السيسي، إنه السيسي لأول مرة أو رئيس جمهورية مصر العربية قدر لأول مرة إنه يحبس نقيب الصحفيين. دي حاجة ما حصلتش، والتاريخ هيقف عندها كتير، وتاريخ النقابة دي هيقف عندها كتير. وإحنا الحقيقة يعني مفيش حاجة ممكن توقف خيالنا النظام ممكن يعمل إيه. النظام مقرر إنه يكمل للنهاية في معركته ضد الصحفيين ومعركته ضد الحريات. على جمال عمومين اللي جمعت نفسها في أهم وأكبر جمعية، أنا في تقديري ده أهم اجتماع حصل لجمال عمومية في 4 مايو، إنها تقف مرة تانية. إحنا قدام هجمة شرسة جدا غير مسبوقة، وعليه محتاجين إن إحنا نعرف إنه بداية الحريات العامة السلم ده المطلوب إنه يتأمن. السلم ده مش هيتأمن حتى لو نفذ الحكم على النقيب.